السلام عليكم. دلوقتي هشوف ازاي هنضيف الرام لبرنامج الريفت. اقول له انا عايز ارسم رام، فبيديني اختيار اللي هو ران، يعني تبدا ترسم الرام على طول بالشكل دوت. تمام، هيبدا يرسم لي باوندري ورايزر كل حاجه، او تقدر تقول له انا عايز ارسم باوندري وبعد كده تقول له انا عايز ارسم رايزر. وهنا هتلاقي بيسالك انت هترسم من اني ليفل لاني ليفل، والكتابات اللي انت هتكتبها، والويتس بتاعك، العرض بتاع الرام هيكون قد ايه. ولو دخلت على التايب هتلاقيه بيسألني في الكونستراكشن شيب، هل انت عايز ثيك ولا عايز سوليد، والثيكنس بتاعك قد ايه، الانتيريور وكتابات هتبقى ازاي، الرامب ماتيريال، الماتيريال بتاعت الرامب تقدر تعدلها تخليها خشب تخليها نحاس، وده رامب ماكس سلوب، ده اقصى سلوب مسموح بيه. الكود بيقولك مثلا في الموضوع ده هيبقى 1 ل 2 وهكذا، انت تشوف هو عامل هنا 12. تمام، طيب خليني نرسم. احنا كده بنرسم من ليفل 1 ليفل 2. تمام، لما تقول له اوكي هيديك رسالة خطأ. تعال نبص على الفيشن، هتلاقي انه فعلا مش قادر يوصل لحد فوق. فانا ممكن اقول له لا، خلي الاسلوب بتاعك مسموح بيه لحد 1 ل 1، فهتلاقي الموضوع نفع ومش معاه. طيب خليني اعمل واحد تاني، انا هدوس تراجع. ممكن اقول له ان انا عايز رامب، واقول له الرامب بتاعي هيبقى بالشكل دوت، وعايزه يكمل الناحية دي، وعايزه يكمل الناحية دي بالشكل دوت، وهكذا. فيبدأ هو يعمل الرامب زي ما انت شايف. هتقول له موافق، هيبدأ يعمل لك الرامب. وخلي بالك ان هو كمان بيعمل لي الريلينج، فالريلينج انت تقدر تتعلم عليه وتلغيه زي ما انت حابب. لو لغيت الريلينج مش هيلغي الرامب، لكن لو لغيت الرامب هيلغي الريلينج. تمام، ولو انت ما عندكش ريلينج فممكن تقول له انا عايز ارسم ريلينج، وترسمه في اي مكان الريلينج بالشكل دوت. اوكي، طبعا هو مش حاسس بالرامب. تمام، ممكن تعمل سيلكت وتقول له بيك نيو هوست، وتروح مختار الرامب، هو هيبقى موجود في الرامب اوتوماتيك، وتقدر تزيحه يمين وشمال زي ما انت عايز. طيب ممكن اعمل سيلكت على الرامب واقول له ايديت تايب، واقول له انا بدل ما اوسك انا عايز سوليد، فهتلاقي السيكنس اختفى وبقى موجود بالشكل دوت، قفل الجزء اللي تحت. تمام، ده طبعا في الاتنين بالشكل ده.